حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم، والحين لنا لقاء جدا مميز راح يكون مع اول بنت كويتيه سوت لنا اكاونت او ابلكيشن خاص كامل للموسيقى، وهو اول ابلكيشن من نوعه للموسيقى في الكويت وسمتها دوزان. يا هلا ومرحبا فيك عذاري سويدان، احنا جدا يعني سعيدين اليوم بوجودك معانا. عذاري معاك تخصص من HR Human Resources، شو اللي خلاك تدخلين عالم التكنولوجيا وابلكيشن ميوزك واسمه دوزان بعد؟ الله يسلمك، مشكوره لولو، شكرا على الاستضافه. الله يسلمك. دوزان، حنقول على وزن سويدان. دوزان هو التونر حق الالات الموسيقيه، اي اله موسيقيه يكون فيها دوزان. فعشان أثبت حق الكل إن الابليكيشن حق جميع الآلات الموسيقية، فاخترت هذا الاسم علشان الكل يستوعب إنه سواء مبتدئ أو محترف إنه يحتوي الآلات الموسيقية. بس يعني أنت يعني مو موسيقية، من تخصصك بعيد شوي عن الموسيقى، بعيد ليش اتجهتي إلى أول ابليكيشن خاص بالموسيقى؟ بالنسبة لي أنا الموسيقى سلام للروح، سلام لكل الأشخاص. إنزين، الشغلة الثانية، موسيقى لغة العالم. نعم. لغة الطفل، لغة الشايب، لغة الكبير، لغة العالم. صحيح. فبالنسبة لي شلون دخلت هذا المجال، زوجي بالأساس هو كولكتر. أوكي. فكولكتر آلات موسيقية، فلما دخلت معاه لسافر ولا راح يمكن يدخل مزادات يشوف الآلات الموسيقية، دشيت هالمجال حبيته، وايد حبيته. في يعني لما تطالع هذا المجال تشوف انه وايد كبير، جبار ورهيب وله سوقه. بعدين في عندنا مجال كويتيات، وايد بنات كويتيات يعزفون. قررت اني اسوي هالابلكيشن علشان يخدم الكل، بنيه يساعد جميع الاشخاص في شراء وبيع الالات الموسيقيه. نعم. الابلكيشن يحتوي على وايد اشياء. في البدايه انت تقدر تشوف في مراكز التدريب مثل السيركل، اذا انت كنت محترف اوكي انت تقدر تشوف امهر الصناع، في قسم امهر الصناع بالكويت بس ولا بالعالم بشكل عام؟ لا، هو لله الحمد عالمي، اي شخص يقدر يشوفه ويقدر يعرض فيه آلته للبيع. ومراكز التدريب؟ ومراكز التدريب فعلا حاليا موجود معنا بالكويت، وقدم لي واحد من الاردن. اللي بالكويت شيء جميل، اللي بالكويت قاعد يقدم حق اي شخص من برا الكويت، بي قاعدين يدمجون له كورس كامل. صحيح، احنا يمكن شفنا الابلكيشن انا وعبد الله، وصراحه الابلكيشن اقدر اقول لك انه وايد قوي، والمشاهدين على الهواء قبل شفنا لقطات منه معاهم. ودنا نتكلم اكثر عن الابلكيشن دوزان، يعني ابل واندرويد، شو الخطوات اللي اتبعتيها علشان توصلين حق هذا الابلكيشن او نشوفه بالصوره اللي شفناها مع المشاهدين؟ الابلكيشن اذا بتنزلينه بالسوق لازم تاخذين الاثنين، الاندرويد والابل. هو كودد ارقام واشياء وكذي، مجرد اول شيء حطينا الخطه وبحثنا فيها انه لازم يحتوي على اشياء معينه. في عندي قسم وايد مميز، اي شخص يبي يبيع آلته يقدر يعرض آلته ويبيعها. جميل. ويقدر يحط اللوكيشن ماله، مثلا اذا كنت في دوله البحرين تقدر تحط اللوكيشن مالك، مجرد انت تشوف الالات الموجوده فقط في البحرين. صحيح. او اذا انت كنت ما تبي تشتري مثلا من دوله الكويت، تقدر تحط اول وتشوف كل الآلات الموسيقية اللي موجودة معروضة عندنا. ما شاء الله. يعني يمكن الموسيقى معروف انها ما لها وطن، وكل متذوقين الموسيقى وين ما كانوا يعني حابين ياخذون هالابلكيشن ويتعلمون، وايضا اللي حاب يشتغل آلات انت قاعد توفرينهم لهم عذاب. الشيء الجميل اللي موجود في الآب للشخص المبتدئ، نقدر نقول في البداية انه والله انا زيرو، ما عندي اي خبرة في الموسيقى، فيروح عند مراكز التدريب. أي. اوكي، يدخل موجود بالابلكيشن، يختار عنوان رئيسي، عنوان رئيسي، مراكز تدريب، يختار الاله اللي يبيها ويقدم الطلب، يوصلنا الطلب. صحيح. الشغله الثانيه، نفس الشخص ما عنده خبره في الاله يروح لقسم الالات يقدر يشتري اله. أي. اوكي، هذا الشخص ما يبي يطلع فيروح عند النيرمي اللي هو حوالين منطقتك اللي هو موجود، فيشوف ابي بالكويت فيختار الاله اللي موجوده. سيركل دائره، دائره كل المكان. أيوه. يمكن الحين في اشخاص يعني خارج الكويت تعاملتي معاهم، شلون اتفقتي معاهم وشلون جبتي هالالات وحطيتي الاسعار؟ أيوه. بعد موجوده بالابلكيشن. أيوه. هذا الشيء الحلو انه خلال سفرتي اللي مع زوجي لما يروح يدخل مزاد وكذي، تعرفت على اشخاص وايد موجودين في الاب، هم امهر الصناع. تلقين مثلا لولو تبي اله كمانجه معينه، مثل شلون احنا براند نختار والله شيء، في حتى في عالم الموسيقى في اشخاص تكون بليفل معين فمحترفين، فتدخلين هذا القسم وتطلبين الاله اللي تبينها في
الريكويرمنت مالك اللي انت تختاريه. يعني الابلكيشن وايد حلو، شفنا انا وعبد الله، ما ادري عبد الله قبل شوي وريتني اياه على الهواء صح من الحين. اي والله يا شوف هاي نفس اماكن تدريب قبل شويه قلتي لنا انه توه جديد، شلون ما شاء الله قدرتي تستقطبين هالكم الهائل من المشتركين؟ يعني ما شاء الله عدد مهول ورهيب. الحمد لله لا اله الا الله ما ادري تقريبا ثلاث اسابيع بس ثلاث اسابيع ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. وبعد في يعني نقدر نقول يعني انت اول لقاء لك على الهواء ومعاك هني معانا على الهواء نور الشيخ بنت الاستاذ الفنان الموسيقار الكبير خالد الشيخ. يتابعنا نوجه له تحيه اكيد في داعم لك هني جمهور وايد سبورت سيستم. يعني بيت خالد الشيخ كلهم الاستاذ الموسيقار خالد الشيخ وزوجته منال خاجه ونور طبعا وسماء منورين هني منورين في دعم موسيقي يعني قوي. ما استاذي ما بلشت يعني ما سويت هذا الشيء بدون شيء، بلشت على دراسات واستبيان وسيرفي فهمت يعني سويت دراسه كامله قبل لا ادخل هذا المجال. قدمتي بهالشكل الحلو. يمكن قبل شوي قاعد اقول لك امهر الصناعه قلت لي لا بعد فيه، فشنو الاضافات ان شاء الله راح تكون في الابلكيشن؟ اشياء وايد انا الحمد لله قاعدين نسمع اي كومنت اي شخص يبي، لان الابديت لازم تطور على طول. نعم. الابلكيشن لازم فيه ابديت اساسا. نعم. فهذا الشيء اللي قاعدين نطوره اي شيء في اقصد امهر الصناعه حاليا عندي من 4 دول وفي اشخاص قاعده تكلمني قاعدين نرتب السي في مالهم ونحطه. احنا قاعد نشوف يمكن ان الابلكيشن على مستوى عالي من التقنيه فعلا يعني شيء اقدر اقول انه فعلا جبار. هل استعنتي في خبرات ناس من خارج الكويت ولا في الابلكيشن؟ اي معي شركه ديزاين ماستر وبس الاشياء هذه اللي كلها زوجي لانه اصلا بالاساس بعد هو يدرس IT. IT فانا بيتشدين بيتشي لا غير هذا ما عجبني هذا. يعطيك العافيه. في الات اكيد موجوده داخل الابلكيشن. شنو اكثر الالات اللي تحسين ان المشاهد او الشعب الموسيقي حاب انه يشتري هالاله؟ العود والكمانجه. العود كمان شيء رهيب. الكمان صوت صوته جميل وصوته يمكن يريح يعني حتى اللي ما يعرف وايد بالموسيقى يستمتع بصوت العود والكمان فعلا. يعني عذاري ما شاء الله عليك متزوجة الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ اسرتك الكريمة. شكرا. وعندك سعود ورانيا الحمد لله. وهالمشروع مشروع الابليكيشن اللي توا بديتي شلون قادرة توفقين بوقتك ما شاء الله بهالنجاح هذا ودنا نعرف السر؟ الله يسلمك الحمد لله هذا بفضل رب العالمين عائلتي امي وابوي وخواتي هم كانوا وايد يساعدوني. امي كانت وايد جزء كبير من حياتي ان هي تساعدني لما تشوف عيالي. حاليا الحمد لله الاب نزل فكل الشغل يكون تكنولوجي ان بالتليفون بالتليفون او اللابتوب. كنا ودنا البنات يكونون ويانا ان شاء الله. عاد رانيا تعزف كمان ما شاء الله يعني قلتي لي ممكن هذا الحس اللي موجود عندك والحب للفن هذا ما شاء الله يعني الحمد لله. شنو نعم. شنو طقوسك برمضان؟ شنو تسوين الحين دام خلصنا تقريبا 24 الشهر ما بقى شيء على العيد؟ الابلكيشن طبعا الله يسلمك. رمضان معروف بالزوارات والجمعات وغالبا احنا في الايام العاديه ما نجتمع على الوجبات وسب الدوام والأوقات المتفاوتة بين الناس. في رمضان نجتمع كلنا على وجبة. ما أخذ من وقتك الابليكيشن برمضان؟ وايد خصوصا أول أسبوع وايد لأنه كان في بداية التأسيس ينزل نشوف نجرب نزل فترة التجربة هذه كانت وايد صعبة بالنسبة لي. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك ووفقك إن شاء الله بهالمشروع الجميل وإحنا فخورين فيك كونك أول بنت كويتية تسوي مثل هذا الابليكيشن الموسيقي. نشكرك على وجودك ما قصرتي يعني فعلا فخر وإحنا سعيدين جدا بهالنجاح هذا ومن نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله. يا رب طموحك ما يوقف وإن شاء الله أشواط النجاح هذه تكون لا متناهية معك بإذن الله. بس قبل لا أختم معك أبي أقول هالدراعة الحلوة اللي أنت تزينها ما تزهاش. ما قصرتي تسلمين من تريندي أند كو وايد حلوة وايد حلوة وأنت اللي محليتها. وأشكر بنات رميح على الميك أب الصراحة أنت اللي محليتها أكيد وتزهينة بنات الكويت ما يقصرون أكيد وأصحاب ذوق يعني هذه بشهادة الجميع. والحين راح ننتقل مع المشاهدين إلى فقرة جميلة عبد الله كل يوم دراعة اليوم وهم خلنا ناخذ شوية بعد ونقول دراعتك اليوم من وين يا لولو؟ أنا دراري كل يوم أسويها أنا بنفسي الله يعطيك العافية شكرا. ومعنا أيضا المصممة دلال معرفي مبدعة بالدراري بشهادة الجميع. راح نشوف معاكم مشاهدينا وفقرة كل يوم دراعة.